استغفر الله. قاضي البصرة كعب بن سور. قاضي البصرة كعب ابن سور، هذا عماني. كعب ابن سور قاضي عمر في العراق، في العراق في الكوفة، وكان قاضيا منطيقا محكما حكيما رضي الله عنه. هذا الرجل الذي يعني كما يقول الآن يفهمه هي طائرة. جاءت قضية إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان كعب بن سور حاضرا، قالت يا أمير المؤمنين زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. قالها نعم الزوج زوجك ونعم الثناء ثناؤك. قالت لجزاك الله خير وراحت. فقال كعب يقول يا أمير المؤمنين، هذه المرأة جاءت تستعديك على زوجها، جاءت تشتكي من زوجها الآن ما تمدحه لكنها تواري. قال أو ذاك رادت؟ قال نعم. فقال واطلبوا طلبوها. قال هذا الشيخ هذا كعب بن سور يقول أنك تشتكي من زوجك. قالت نعم هو كما قال. قال فهمتها فاقضي في أمرها. فقال كعب ائتوني بزوجها معها. فجاءت هي وزوجها باليوم في اليوم التالي ومثلوا بين يدي كعب بن سور وعمر حاضر. قال تفضلي. قالت له يا أيها القاضي الفقيه رشده، اسمع حريم الأول اسمع، يا أيها القاضي الفقيه رشده ألها خليلي عن فراشي مسجد زهده في مضجعي تعبده وخوف رب باليقين يعبده نهاره وليله لا يرقده مفترشا جبينه يكدده ولست في أمر النساء أحمد فاقض القضاء يا كعب لا تردده. فقال كعب حال هذه يقولها يقول لزوجها يقول تفضل ما قولك؟ اسمع الرجال ما الأول اسمع عشان العدل يعني. قال إني امرؤ قد شفني ما قد نزل في سورة النور وفي السبع الطول وفي الحوام من الشفا وفي النحل فردها عني وعن سوء الجدل وحضها يا ذا على حسن العمل من طاعة الله ومن بر البعل. فكعب بن سور قال إن السعيد بالقضاء من عدل ومن قضى بالحق حقا وفصل إن لها حق عليك يا بعل في أربع واحدة لمن عدل وأنت من أمر الثلاث فيما هل إذن فصمهن وقمهن وصل لا ينفع القول وتضيع العمل. قال عمر رضي الله عنه قال يقول له امضي وكن قاضيا للناس في الكوفة، أنت قاضين في الكوفة ما حد غيرك يفصل فيها. وأرسله يقول شيخنا السالمي نور الله ضريحه وضمخ بالروح والريحان روحه يقول وإن تكن قد طلبت إياه يلزمه إن شاء أو أباه في أربع الأيام قيل مرة أخرج هذا القول قاضي البصرة وهو العماني على التحقيق أخرجه في حضرة الفاروق فاستحسن الفاروق ذاك النظر ومن هناك قيل قاضي عمران.